السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أخواني أشرح لكم برنامج رائع جدا، تحويل التاريخ. تحويل التاريخ من هجري إلى ميلادي أو العكس، من ميلادي إلى هجري. شوفوا البرنامج مع بعض، طبعا ما يفيد الكل ولكن في بعض الأشخاص يستفيدون من هذا البرنامج. اليوم السبت 19/8/1439، يصادف 5/5/2018. طيب أنا بيشوف رمضان في أي يوم بالضبط، يعني السبت أحد اثنين، وأي تاريخ بالضبط بالميلادي. نضغط على التحويل من هجري إلى ميلادي، مثلا رمضان 1/9/1439، نضغط هنا التحويل إلى ميلادي. زي ما تشوفون 1/9/1439 يكون يوم الأربعاء 16/5/2018. الله يتمم علينا رمضان وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. طيب، في شخص يقولك انا ما اعرف اي يوم ولدت بالضبط، يعني تاريخ ميلادي اعرفه ولكن اليوم بالضبط ما اعرفه. يروح مثلا من هجري الى ميلادي او العكس، يعني مثلا هو ولد في تاريخ 9 كمثال، 9/5/1400 مثلا 11، يضغط هنا يقول له يوم الاثنين 16/11/1990، وهكذا. أتمنى الشرح واضح وبسيط. أي سؤال أو استفسار أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة، فمان الله.